وبالتزامن مع معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019، أقام الحرس الوطني عددا من التجارب بالذخيرة الحية لتجريب عدد من الأسلحة المعروضة في المعرض بمشاركة واسعة من قبل جميع الوحدات في المملكة والوفود المشاركة. تجربة استثنائية يعيشها من يقوم بزيارة الفعاليات المصاحبة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019، وبالتحديد في مقر الرماية بالحرس الوطني، نظرا لسماعك أصوات الرشاشات والبنادق عن قرب وتقوم بتجريبها بنفسك. ميدان الرماية في مقر رئاسة الحرس الوطني شهد مشاركة كبيرة من منتسبي وحدات قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والوفود المشاركين في معرض ومؤتمر بايدك. يشارك الحرس الوطني وللسنة الثانية على التوالي في احتضان فعاليات الرماية على الأسلحة الخفيفة في مجمع ميادين الحرس الوطني ضمن معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، حيث تقوم عدد من الشركات بعرض أسلحتها من الأسلحة الخفيفة لتجربة الرماية، ومن ضمن الشركات المشاركة لهذا العام شركة كاراكال، كولت وميلكور. وتعتبر تجربة الرماية على الأسلحة المعروضة في المعرض ذات فائدة كبيرة من حيث مدى ملائمتها للاستخدام من قبل المؤسسات العسكرية في المملكة، ممثلة في قوة دفاع البحرين، الحرس الوطني ووزارة الداخلية. هذه الفرصة التي منحت للمشاركين لاستعراض أبرز وأحدث المعدات والتجهيزات والقدرات العسكرية المواكبة للعصر، تمثل ذلك في استقطابه أبرز صناع القرار في الحكومات والجيوش والصناعات الدفاعية من الدول الشقيقة والصديقة والحليفة. رغم إنها المرة الأولى التي يجرب فيها بعض الزوار أسلحتنا، إلا أنهم عسكريون خبراء في ذلك، فإنهم يعرفون الفرق بين الأسلحة المختلفة، وأعتقد أن المعرض والمؤتمر فرصة جيدة للقاء المختصين والخبراء في الجانب العسكري. وشهد ميدان الرماية الحية إقبالا محليا ودوليا من قبل الشركات العارضة والزوار، بما يؤكد نجاح المعرض والمؤتمر في تحقيق أهدافه. فرصة مش ممكن تلاقيها في أي مكان، يعني إن فيزيتور يجي ويضرب نار حقيقي، دي حاجة أنا أصلا مكنتش متخيلها، يعني إن حد ممكن يعملها ببساطة دي. بس حقيقي يعني القائمين على المعرض ده عملوا مجهود خيالي. طبعا ايه برضو كنا جايين فاكر ان هو بس معسكر رمايه هنتفرج، بس لا، طلع فين احنا ممكن فعلا يبقى في رمايه، احنا ممكن نضرب نار. يعني تعرفت على اسلحه جديده، تجربه كانت ما احلم فيها ان انا اجي واجرب نفسي عن الاسلحه واعرف عنها معلومات واستفيد عن طريقه استخدامها، وكانت تجربه ممتعه يعني صراحه وجديده من نوعها. وسيساهم معرض ومؤتمر بايدك في استعراض دعم الجهود المبذولة لتنمية قطاع الصناعات الدفاعية وأحدث التقنيات، عبر عرضه أحدث التقنيات والإمكانيات، كونها تستلهم جهودها من رؤى القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، بما ينسجم مع خطة المملكة ورؤيتها لعام 2030. هذه الإمكانيات التي أظهروها الوفود المشاركين في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 تبين القدرة العسكرية والجاهزية التامة لقوة دفاع البحرين ورئاسة الحرس الوطني ووزارة الداخلية باستخدام مختلف الأسلحة. طلال نايف، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.